السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار ليوم الخميس 17 من شهر 10 2019. سوف وجمعت لكم مواضيع متنوعة تهم الحياة في ألمانيا وفي أوروبا. فلنبدأ على بركة الله بالعناوين التي سوف نتكلم فيها أصدقائي. الخبر الأول هو طلب السيدة ميركل من الرئيس التركي الوقف الفوري للحرب في شمال سوريا بالبرلمان الألماني. الخبر الثاني وهو حول رفض مقترح حزب الخضر في البرلمان الألماني تقنين السرعة على الطريق السريع الأوتوبان إلى 130 كيلومتر في الساعة لأصحاب السيارات، يعني محبي السرعة والسياقة بشكل سريع سوف يفرحون بطبيعة الحال لهذا الخبر، ومن لا يحب السرعة ويحب السياقة بتأني وببطء سوف يغضب لهذا الخبر. هناك أيضا خبر آخر من مدينة مولهايم، تدخل لقوات الأمن الألمانية إثر محاولة ترحيل عائلة لبنانية وإعادتها إلى إسبانيا. خبر آخر، وزير الداخلية هذا اليوم يتكلم في البرلمان ويتكلم عن خططه لمن أجل مراقبة الإنترنت ومعاقبة كل من ينشر الكراهية أو يكتب تعليقات فيها تهديد وكراهية ضد الغير. خبر آخر، سوف نتكلم عن استطلاع للرأي بخصوص الانتخابات التي ستجرى في مقاطعة تيورينغن شرق ألمانيا. للناس التي تعيش في تيورينغن سيهمهم هذا الاستطلاع للرأي، سأخبركم أيضا متى تكون الانتخابات. والخبر الأخير لمن تهمه الأمر الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توصل الأوروبيون إلى حل واتفاق جديد، هل سينجح هل سيفشل؟ هذا ما سوف نعرفه هذا اليوم. فلنذهب إلى الخبر الأول أصدقائي من جريدة شتوتغارت سايتونغ. أصدقائي، السيدة ميركل هذا اليوم كانت في البرلمان الأوروبي وتكلمت حول الموضوع والأحداث التي تجرى في دولة سوريا بالخصوص في شمال سوريا، وطلبت مجددا من داخل البرلمان، طلبت من تركيا التوقف الفوري عن الحرب في شمال سوريا، ودفعت أيضا على موقف ألمانيا، ألمانيا التي أعلنت بأنها لن تبيع الأسلحة لتركيا ما دامت تركيا تستخدم تلك الأسلحة في الحرب شمال سوريا، ودعت جميع الأطراف للتحلي بالصبر ولأن يجدوا حلا سلميا بدلا الحرب. لكن بالمقابل السيدة ميركل تكلمت أيضا وقالت بأن تركيا تقوم بعمل جبار من أجل احتواء اللاجئين السوريين الذين يعيشون على أراضيها، وذكرت البرلمان الألماني بأنه في تركيا يسكن 3.6 مليون لاجئ هربوا من الحرب في سوريا، كما أنها قالت بأنها تدعم الاتفاق الذي كان بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا، بحيث أنه الاتحاد الأوروبي يعطي 6 مليار إلى 7 مليار إلى تركيا، وتركيا تقوم بحراسة الحدود واحتواء عدد كبير من اللاجئين في تركيا. أصدقائي، الخبر الثاني، رفض مقترح حزب الخضر. حزب الخضر قدم مقترحا للبرلمان الأوروبي من أجل التصويت عليه بشكل علني. أصدقائي، هذا المقترح، ويقول حزب الخضر بأن السرعة في الأوتوبان في الطريق السريع تؤدي إلى تلوث البيئة بشكل كبير، كما أن السرعة في الطريق السريع تؤدي إلى حوادث سير وخيمة، وقال بأن ألمانيا لا تحتاج إلى طريق سريع مفتوح لكل يعني للسرعة، لكن البرلمان الألماني والأحزاب الأخرى في البرلمان والأحزاب الحكومة أو أحزاب المعارضة الأخرى رفضت هذا الأمر رفضا تاما وبأغلبية كبيرة، وقالت الأحزاب ألمانيا لا تحتاج إلى تقنين السرعة على الطريق السريع إلى 130 كيلومتر للساعة، وقالت بأنه السرعة لا تلوث بشكل كبير البيئة. كما أنه نعرف أصدقائي بأن ألمانيا دولة مصنعة للسيارات، وإذا يعني لو قام البرلمان بقبول هذا الاقتراح
لا تضررت شركات السيارات الكبرى مثل شركة بورش، شركة مرسيدس، شركة بي ام في، شركة فوفي، شركة اودي التي تصنع سيارات سريعة. فبعد اذا وافق على هذا القرار سوف تتضرر ماليا وبشكل كبير. بطبيعة الحال الناس المحبين للسرعة على الطريق السريع سوف يفرحون لهذا القرار، والناس الذين يحبون التأني وعدم الإسراع سوف يغضبون ويزعلون على هذا القرار. ما هو رأيكم؟ اكتبوا في التعليقات أصدقائي. هناك أيضا خبر نشرته جريدة بيلد أصدقائي في مدينة مولهايم الألمانية، محاولة ترحيل عائلة لبنانية تؤدي إلى تدخل القوات الشرطة الألمانية. لماذا؟ عائلة لبنانية تعيش في مدينة مولهايم، الأم عندها 39 سنة وعندها 3 أطفال أو أبناء شباب، واحد عنده 19 سنة، الآخر عنده 16 سنة، وآخر عنده 10 سنوات. هذه العائلة عندما دخلت إلى أوروبا كانت عندها بصمة في إسبانيا حسب القانون الأوروبي، يعني بصمة دوبلن. البلد التي بصم فيها اللاجئ أول مرة هي المسؤولة عنه. هذه العائلة طلب منها العودة إلى إسبانيا، الأم رفضت العودة، جاءت الشرطة من أجل ترحيلهم وإعادتهم إلى إسبانيا. مسكت الأم السكين، أحد أبنائها اللي عنده 16 سنة ذهب أيضا بالقرب من النافذة، وهددت الشرطة إذا اقتربت منها أو حاولت ترحيلها ستقوم بذبح نفسها. هذا الأمر أدى إلى طلب الشرطة العادية إلى شرطة التدخل السريع، تمكنوا من التدخل بسرعة. والأم عندها بس فقط جروح طفيفة أصدقائي. الآن الأم مسكينها ممسوكة عند الشرطة، وسوف ترفع عليها قضية الوقوف ورفض لقرار حكومي ألماني، ويرغبون أيضا بترحيلها وإعادتها إلى إسبانيا في الأيام المقبلة أصدقائي. هي الآن تحت المراقبة، ويمكن أيضا أن تتعرض لعقوبة بسبب ما حصل، وممكن أن تأتيها أيضا فاتورة مالية لأنه جاء هناك تدخل للقوات، تدخل القوات السريعة SEK. خبر آخر من جريدة إر بي أونلاين، وزير الداخلية توعد كل من ينشر الكراهية من اليمين المتطرف أو غيره في الإنترنت، يعني في الفيسبوك، في اليوتيوب، في تويتر، في الإنستغرام، التعليقات التي تنشر الكراهية، التعليقات التي فيها مسبات، التعليقات التي فيها تهديد بالعنف، تهديد بالقتل. توعدهم بالمراقبة الشديدة للإنترنت وبأنهم لن يفلتوا من العقاب، كما أنه يعمل الآن على عمل قانون جديد يجبر الفيسبوك ويجبر التويتر والواتساب وكل واليوتيوب والإنستغرام، يجبرهم إذا أحد كتب تعليق فيه تهديد أو فيه سب أو شتم أو إهانة خطيرة ضد أي أحد، يجبرهم على أنه الفيسبوك أو اليوتيوب يرسلون بيانات ذاك الشخص إلى الشرطة، والشرطة يمكن أن تلقي عليه القبض ويتعرض لعقوبات كبيرة أصدقائي. خبر آخر يهم من يعيش في مقاطعة تيورينغن في شرق ألمانيا. يوم الأحد 27 من شهر أكتوبر ستكون هناك انتخابات برلمانية ستحدد الحكومة الجديدة في المقاطعة. حاليا يحكم مقاطعة تيورينغن شرق ألمانيا حزب اليسار، يعامل هناك حكومة مع حزب الخضر، مع حزب الاشتراكي أيضا وحزب الخضر، لكن كما تلاحظون آخر استطلاع للرأي يقول بأنه حزب السي دي او عنده الآن تقريبا شي 26%، حزب اليسار عنده تقريبا شي 27%، حزب الاس بي دي عنده شي 8%، حزب الأ اف دي عنده الآن 20%، يعني في آخر استطلاع سبعة لا هنا 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 آسف، حزب السي دي او عنده 24%، لينك 29% مستعدين أن ينتخبوا عليه حزب اليسار، حزب الاس بي دي 8%، حزب البديل اليميني المتشدد 24%، حزب الخضر 7%، وحزب
الليبرالي عنده 4%، يعني تشكيل حكومة في مقاطعة تيورينغن صعبة حاليا أصدقائي، حسب هذا الاستطلاع للرأي. يعني لا أحد عنده الأغلبية، الأغلبية فقط عند هذ الحزبين، حزب سي دي أو اللي هو حزب السيدة ميركل مع حزب اليسار، لكن هذ الحزبين لا يتقابلان ولا يحبان بعض، لأنه هذا حزب يساري ذو أفكار يسارية، وهذا حزب وسطي يميني ليبرالي، يعني أفكارهم لا تتقابل نهائيا، لأنه مستحيل أن هذ الحزبين يعملون ائتلاف. وإذا رغب الائتلاف الآخر، يعني حزب اليسار مع الحزب الاشتراكي مع حزب الخضر يعملوا ائتلاف، فلن يصلوا إلى الأغلبية المطلوبة. إذن معقد، التعقيدات كثيرة. ممكن أيضا تشكيل حكومة إذا قام حزب السي دي أو مع حزب البديل اليميني المتشدد، هذا أيضا مستحيل أن شي حزب يعمل مع حزب البديل شي حكومة. حزب البديل لن يستطيع أن يحكم بنفسه ب 24%. الخبر الأخير من بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، من بروكسل، اتفق أخيرا الأوروبيون على اتفاق جديد من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا طلبت الخروج من الاتحاد الأوروبي، الآن توصلوا إلى اتفاق جديد يرضي الأطراف. المشكلة هو أن هذا الاتفاق يجب أيضا أن يصوت عليه البرلمان في بريطانيا في لندن، وهذا الاتفاق يجب عليه أن يوافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي وأيضا البرلمان الأوروبي. هل سيوافقون عليه؟ صعب جدا الآن التكهن بالأمر. بريطانيا ترغب بالخروج نهاية هذا الشهر من الاتحاد الأوروبي. سوف نعرف الأيام المقبلة، سوف تحدد لنا هل فعلا سوف تخرج بريطانيا نهاية هذا الشهر، أم أن مسلسل الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف يطول مجددا. كانت هذه نشرة الأخبار الألمانية، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.